الأكيد خسرنا الليلة عقبال المية وصرنا بأول مية من بلاطول سيري. هيدي الحلقة الأولى. مساء الخير. هيدي الحلقة مية. مساء الخير. رح نضحي بالإثارة المجانية. ضحينا بالإثارة المجانية. رح نضحي بمواضيع تعباية الوقت وهم الريتينج والكلام المعلوك والمكرر. ضحينا بمواضيع تعباية الوقت وهم الريتينج والكلام المعلوك والمكرر لنربح برنامج محترم. لنربح برنامج محترم. برنامج بيعتمد الأخلاقيات الإعلامية والمهنية. برنامج بيعتمد الأخلاقيات الإعلامية والمهنية. وبرنامج بيحمل همكن وقضاياكن ليعالجها بكل جرأة، بكل موضوعية وبكل حب. ومن هونيك ورايح، خلي العالم تتفرج.